النهاردة كان عندكم اجتماع مع السيد رئيس الوزراء بخصوص اسكندرية، امبارح امبارح ولا النهاردة؟ امبارح امبارح، بخصوص الاستماع لمشاكل اسكندرية والطلبات اللي حضراتكم قدمتوها. انطباعك عن اللقاء؟ يعني أنا عايز أقول بس بسم الله الرحمن الرحيم سريعا، عايز أقول إيه البرلمان؟ البرلمان المجلس اللي هو دلوقتي أكتر الناس في رصد وترصد ليه، فلم يبدأ بعد. إحنا بدأنا أول ما بدأنا مجلس النواب، فبدأ البرلمان بمناقشة قوانين تم إصدارها في غيبة البرلمان، هي 360 قانون. ناقشنا القوانين دي واعتمدناها، دخلنا في لائحة. اللائحة دي كانت واحدة، فحضرتك لما اتلغى، أنا بفهم الناس الدنيا ماشية إزاي، فلما اللائحة بدأنا نعمل فيها، لأن كانت لائحة واحدة، كانت مجلس الشعب ومجلس الشورى، فبالتالي بقت لائحة واحدة، فبدأنا نعمل نظام للائحة تاني 420 مادة، فبدأنا نخلصه، ولسه المجلس لم يبدأ بعد. المجلس يبدأ ببداية اللجان، لجان الصحة، لجان التعليم، لجان الصناعة، وهكذا. في اهتمام المجلس الآن، في نخبة قوية جدا، ولكن ما فيش الواحد اللي هو يشاور، كله يقعد. احنا 19 حزب ومستقلين، وكلهم نجحوا ايه؟ على دراعهم. ما فيش حاجة اسمها كمال الشاذلي بيقعد، ما فيش عز بيقعد. النهاردة كل واحد حس اللي هو جاي، أهل دايرته مختارة، أهل دايرته حاطة الثقة فيه، وجاي يجيب حاجة لأهل الدايرة. فأنا الناس يعني الترصد وده باصص ومستني أي خطأ البرلمان، برلمان دخلنا في وضع ثم وضع ثم اللجان، هتبدأ اللجان. اللجان كل واحد، ولو كل واحد، أنا داخل ملف الصحة، الاهتمام بملف الصحة، لو أنا اهتميت بملف الصحة وخلصته، والدكتورة بالتعليم، وده بده، كل واحد ياخد ملف قوي، وفي النهاية هنوصل، مصر هتبقى بخير. بس مش لازم الترصد ان كل حاجة تحصل للمجلس يبقى كل واحد مستني اي حاجة، في غل وحقد وحسد من بعض الناس، في اجندات خارجية وداخلية ضد البلد برمتها. ولكن انا بوعد الاهالي، لا، المجلس شغال، في كفاءات على اعلى مستوى، وهنمشي وهنوصل للهدف المرجو ان شاء الله. وصلت وصلت ان شاء الله. انطباعكم عن لقاء رئيس الوزراء؟ انطباع رئيس الوزراء، والراجل اتكلم بكل شفافيه، اتكلمنا معاه على مشاكل اسكندريه ايه، اتكلمنا على الميزانيه بتاعت الموازنه العامه للبلد قد ايه، في حوالي 284 مليار، منها بيروح ايه 244 مليار للديون السابقه اللي هي علينا، ومنها 217 مليار بيروحوا فين؟ للمديونيات، يعني بندفع 217 يعني فوائد او المديونيه اللي علينا، ومنها 216 دعم من سلع ورصف وكذا، وسلع تموينيه والصحه وكده، و116 بس هما اللي بيتبقوا للموازنه العامه. في شغل وفي حركه، ولازم نصبر، لان احنا بنحارب، يعني في حرب دلوقتي، احنا اكتر من سنه 73 وسنه 67، لان الحرب 67 كنا قدامنا عدو رايحين نحارب، انما ده دلوقتي عندنا عدو مش شايفينه، عدو بيعمل من هنا، من الخارج تمام والداخل.